إذا وما زلنا في نفس الموضوع، حيث أوقدت شعلة سبتمبر في تعز والحديدة وجبال صعدة ومأرب بحضور قيادات السلطات المحلية وكذلك العسكرية. وفي مأرب قال رئيس هيئة الأركان العامة لواء الركن طاهر العقيلي إن قوات الجيش الوطني ستقطع أحلام الإمامة إلى الأبد وفي وقت قريب. وأضاف اللواء العقيلي إن قوات الجيش تذيق أعداء الجمهورية الويل في كل الجبهات. وأشار رئيس هيئة الأركان إلى أن الثورة اليمنية ستظل متوهجة حتى يتم تحقيق جميع أهدافها وتلبية كل تطلعات اليمنيين في دولة اتحادية مستقرة. وأكد اللواء العقيلي أن إحياء ذكرى ثورة سبتمبر بمثابة تجديد العهد والوفاء لدماء الشهداء الأوائل وتأكيد حاسم ألا عودة للرجعية الكهنوتية المتخلفة. ولمزيد من تسليط الضوء على الاحتفالات في المحافظات اليمنية بمناسبة العيد الجمهوري، معنا أيضا مراسلنا أسامة فراج من صعدة لنسأله عن أجواء الاحتفالات في صعدة، وهي المحافظة التي انطلق منها الحوثيون أو الإماميون الجدد بغرض الانتقام من ثورة 26 من سبتمبر. وهنا نسمع إلى أسامة. أسامة، لو تنقل لنا أيضا صورة الأجواء والأفراح الموجودة حاليا في صعدة بهذه المناسبة. مرحبا. نعم، تأتي ذكرى 26 من سبتمبر لهذا العام، وصعدة تتخلص من كهنوت الظلم والتسلط والجبروت الكهنوتي ممثلا بميليشيات الحوثي ومن خلفها المد الإيراني، حيث شهدت في صعدة شعلة الثورة الليلة الماضية في منفذ البقع بحضور قيادات عسكرية رفيعة من المحافظة على رأسهم قائد محور صعدة. كذلك هنالك في قرية راقم أشعلت الشعلة في مديرية باقن في محور عنب بالتحديد، واحتفل أبناء الجيش الوطني بهذه المناسبة العظيمة. كما تحتفي باقي جبهات المحافظة بطريقتها الخاصة من خلال مواصلة نضال الأبطال في الجيش الوطني ودكهم لأوكار المتمردين أبناء الجيش الوطني. معنوياتهم تراطح السحاب ويجددون وعودهم بهذه الذكرى الغالية على كل أحرار وأبناء الشعب اليمني باستمرارهم ومضيهم في دك أوكار الميليشيات وتحرير محافظة صعدة من الأئمة الجدد ممثلة برأس الكهنوت السيء عبد الملك الحوثي. طيب، كيف تفاعل السكان في تلك المناطق مع هذه المناسبة، خاصة وأن الحوثيين لسنوات طويلة وهم يسيطرون على هذه المناطق ويعملون على تشويه سمعة ثورة 26 سبتمبر المجيدة؟ نعم، هذه المناسبة الذكرى الغالية على كل أحرار الشعب اليمني، ذكرى سبتمبر أذكت وجددت روح المقاتلين المعنوية وأوقدت فيهم روح النضال ضد الميليشيات الانقلابية التي تريد إعادة عجلة التاريخ بعد 56 عام من تحرر الشعب من كهنوت الظلم والتسلط. هذه الميليشيات حاولت خلال السنوات الماضية منع كل المناسبات الوطنية ومنها ثورة 26 من سبتمبر في محاولة منها لتمرير مشاريعها الإمامية وإرضاء أبناء المحافظة لفكرها المنحرف، إلا أن أبناء الجيش الوطني في هذه المناسبة العظيمة ومعهم كل أحرار محافظة صعدة يسعون لتحرير المحافظة وتخليصها من الكهنوت الإمامي الرجعي المتخلف. طيب، ولو بشكل مختصر أسامة، لو تطلعنا على آخر تطورات الأوضاع العسكرية في صعدة. نعم، في إطار المستجدات الميدانية والعسكرية تتواصل المعارك في محيط مركز مديرية باقم خلال اليومين الماضيين ببراوة، حيث تكبدت الميليشيات خسائر كبيرة لديها عدد من قياداتها قتلوا خلال عمليات استهداف مكثفة نفذتها مدفعية اللواء 102 خاصة. كذلك في مديرية حيدان في سلسلة جبال مران قوات الجيش الوطني ممثلة باللواء الثالث عروبة تواصل معاركها الضارية وهي الأقرب إلى وكر المتمرد عبد الملك الحوثي. أيضا مقاتلات التحالف العربي نفذت غارات مكثفة استهدفت من خلالها تعزيزات لعناصر وفنون الميليشيا، وقد تكبدت خسائر كبيرة خلال هذه الأيام. إذن الزميل أسامة فراج مراسلنا من صعدة، شكرا جزيلا لك.